10 فنانين رحلوا في عام 2020، وحتى الآن وبعضهم لن تصدق أنهم رحلوا. ودع الوسط الفني في هذا العام 2020 عددا من النجوم الذين شكلوا جزءا كبيرا من وجدان وذاكرة السينما المصرية، وفي التالي 10 فنانين توفوا 2020. عاشرا مجد الصباحي، توفيت الفنانة مجد الصباحي في 16 من يناير 2020 عن عمر الناهزة 89 عاما، بعد سلسلة حافلة بالنجاحات الفنية المختلفة، حيث جسدت الصباحي خلال مشوارها الفني شخصيات مختلفة منها السياسي والاجتماعي والرومانسي. تاسعا نادي رفيق، أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر وفاة الفنانة نادي رفيق مصحوبا بصور للفنانة الراحلة، وعلق عليها قائلا: الراحة الأبدية أعطها يا رب، وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام آمين. وقدمت رفيق خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الفنية المؤثرة، واشتهرت طوال سنوات تواجدها داخل الوسط الفني بتقديم دور الأم، فكانت أما للغالبية العظمى من نجوم السينما. توفيت في 17 من يناير 2020 عن عمر يناهز 92 سنة. ثامنا نادية لطفي، رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة نادية لطفي عن عمر الناهزة 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي قد تدهورت في الفترة الأخيرة بعد أن بدأت تتحسن، إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، ولكنها توفيت صباح يوم 4 من فبراير 2020. سابعا إبراهيم نصر، توفي الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر الناهزة 70 عاما في 12 من مايو 2020، وكشفت زوجة الراحل عن اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم نصر، موضحة أنه كان يعيش حياته بشكل طبيعي في منزله ولم يكن يعاني من أي أمراض، ولكن قبل وفاته بساعات قليلة شعر بصداع شديد وتقيأ، وبعد ذلك لفظ أنفاسه الأخيرة. يذكر أن الفنان إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تلفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها شمس الزناتي مع الزعيم عادل إمام. سادسا ماهي نور، فوجئ الوسط الفني بخبر وفاة الفنانة ماهي نور، والتي شاركت في العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، حيث أنها لم تكن تشتكي من أي أمراض، ولكنها توفيت نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية. توفيت عن عمر يناهز 39 عاما ولديها طفلان، حيث توفيت ماهي نور في تمام الساعة 4 عصرا بعدما أقامت صلاة العصر وهي صائمة، وفوجئ أهلها في المنزل بإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوفيت في الحال قبل محاولتهم الذهاب بها إلى أحد المستشفيات. خامسا علي الغرير، خيمت أجواء من الحزن على الوسط الفني في البحرين برحيل الفنان علي الغرير الذي توفى يوم 12 من يناير 2020 عن عمر الناهزة 51 سنة إثر سكتة قلبية. ووصفت وكالة أنباء البحرين الفنان الراحل بأنه من أبرز الفنانين في البحرين والخليج العربي، حيث عرفه الجمهور البحريني والخليجي من خلال الأدوار الكوميدية إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية المتميزة. رابعا اعتدال المصري، توفيت الفنانة اعتدال المصري عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض في 25 من يناير 2020. الفنانة اعتدال المصري خريجت فنون مسرحية وعملت في الدراما التلفزيونية في أعمال فنية مثل نحن لا نزرع الشوك، الشارع الجديد وغيرها. ثالثا إبراهيم فرح، قدم الفنان إبراهيم فرح مسيرة من الأعمال الفنية الناجحة، واستطاع من خلال الأدوار التي قدمها في الدراما أن يقضي على المعتقد الخاطئ بأن بطل العمل وحده هو من يشكل الشكل العام للعمل الدرامي والسبب المباشر لنجاحه. وقد أعلنت سارة ابنة الفنان إبراهيم فرح نبأ وفاة والدها داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عن عمر يناهز 68 عاما في 17 من يناير 2020. ثانيا عبد العزيز المبارك، توفي الفنان السوداني الكبير عبد العزيز المبارك عن عمر يناهز
69 عاما في 9 فبراير 2020 في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد صراع مع المرض، والذي توفي إثر معاناة مع مرض السكري والالتهاب الرئوي الحاد، إذ وصل مؤخرا إلى القاهرة للعلاج بعد تدهور حالته الصحية. عبد العزيز المبارك يعد من رواد الأغنية السودانية، ومن أشهر أغانيه طريق الشوق، أحلى جارة وغيرهم. أولا سمير البنا، وفاة الممثل المصري سمير البنا ليلة السبت 18 يناير 2020 بسبب توقف القلب. هو من أشهر أصوات الإذاعة وأشهر برامجه التلفزيونية، وأوف الأدب في كلام العرب، أشهر أدواره في التلفزيون مسلسل رفاعة الضهطاوي، حقيقة وفاة الفنان المصري حسن حسني. تداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وفاة الفنان المصري حسن حسني عن عمر 88 عاما، الأمر الذي أحدث صدمة كبيرة لجمهوره، وسارع الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتساؤل عن حقيقة وفاة الممثل المصري الشهير. ولكن نفى الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر هذه الشائعة، مؤكدا أن حسن حسني يتمتع بصحة جيدة، وما يتردد مجرد شائعات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة.